كوزيك فام الإذاعة الأولى في تونس. مرحبا بك على موزايك فام. يا اهلا يا سهلا. شو زوز تليفونات زوز ديريكتات؟ اخويا نمرو خليجي ونمرو تونسي. دو ديريكت تعمل فرد وقت؟ وي انستغرام فيسبوك. عصر السوشيال ميديا يهمني ياسر. واللحظه معاك كيف تقول الاغنيه، اللحظه معاك بألف عمر معناها. مش لهالدرجه. مهمه خاطر مهمه ليا انا في المرحله هذيا انه نوري اللي نخدم معاهم لبرا انه انا قاعده معناتها حتى في تونس قاعده تحركت معناها. اما قول لهم راني مقصره في تونس معناتها. اي لظروف ما لظروف ما. شنو هي الظروف؟ ما قصرتش ديرنييرمون زدت كي خرجت جديد. ديرنييرمون شنو؟ عام ديرنييرمون؟ اي مش عام، الكليب هبات في جويي. ايه شنو؟ معناتها انا كي نقول لك عام معناتها جويي واللي قبله هو؟ اللي قبله صارت لي ديسفوني ما سمع بها حد. جي بيردو ما فوا. حد ما سمع. عملت في عمليات. ما عادش عندك صوت؟ وقتها اي بريسك عام. حد ما سمع. كان الطب نتاعي وخالي ميدسان ما سمعش. اون ديسفوني غراف. وشنو السبب؟ كسرت صوتي في راس العام قبل اللي تعد. صوتي تكسر. شو معناتها؟ فسر للناس شو معناتها؟ ديسفوني انه تهم المسرحيين لطف عليك كيف كنت لي سبيكرين لي زانيماتور اللي استعملوا صوتهم. وقت اللي تخدم وانت مريض صوتك يتكسر، لي كورد فوكال تكسر وطلع لي دي بوليب، دونك وقتها ما عادش نغني. وحتى حد ما سمعنا، هبت في لي بوست نعطي التليفون العفيفه في الكلينيك لحد باش يهبط لي انا موجوده معناها وقتها وانا ما نتكلمش. بعض الفنانين يامنوا على صوتهم. صحيح. انت مامنه على صوتك؟ السنه عملت مع شريك التامين على صوتي على تونسي. اي باهي. اي صحيح. العام هذاك خليت فيه فراغ. صحيح. اقوى مني مش مني. وظروف صحيه حتى حد ما نجم. اما عملت وقتها اللي حبت تونسي اقرا في لي زيكول، كي بديت نرجع مع الاورتوفونيست حبت تونسي اقرا اللي في لي زيكول. عملنا مشيت حمله في لي زيكول. مشيت للخليج، اخترت الكويت. بين الكويت دبي السعودية. ما أكثر الكويت. صح. علاش الكويت؟ عندي 10 سنين مشي الكويت. عملت جمهور. وانتي مرة شفت ان جورناليست اللي قال لك هذا اللي هو حبيبي مشاري حامدي تفرج فيا. عملت الجرين الثقافي سنة في نسخة أخرى بعد 9 سنين مش نغني فيه إن شاء الله. شكون يدعمك غادي؟ ناس اللي آمنت بصوتي. في تونس آمنوا بصوتك ولا ليه؟ مادام 15 سنة فيهم نجاح، ذقت فيهم تربية نجاح سوكسي، فما ناس آمنت. وانت ملول حتى ملول كي بدينا كنت تفكر طريق النجوم معناها، كنت نتعدى معاك في برشا في موزايك. فما فرق انك تتعدى، فما ناس تأمن بيك معناتها تعطيك اهتمام، تصرف، تمولك، تعطيك مشاريع. في تونس ما عندناش شركات باش تتمول ولا عباد باش تمول، صعيبة هما جهات انديفيدويل معناها وحدها. في الكويت لا، في الكويت فما ناس اللي نجم تأثر كيما تو عندي عمل مع أحمد حمدان، عبد الله القعود، معناتها فما ناس اللي كي خدمت معاهم في مثلا اخر جلسه الترب اللي عرفت فيها احمد حمداني، هو ان غران كومبوزيتور ليلي سعود اللي هي في اذاعه الكويت 45 عازف سي انور، غنيت فيها تونسي غنياتي كذا، دونك بعد جابت عمل اخر، جابت خدمه اخرى، جابت مسرحيه في السعوديه. انت في الخليج شنو هو جوك في الغناء الخليجي؟ ما هو جوك الخليجي؟ عليه غنيت قبل اولويتي انت وانا كلي على بعضي وغنيت. نحكي لك بالاساس انت جوك هو اللون الجبلي الشرقي الجبلي، صباح نجوى كرم وغيره. مع بوشنيق صارت الديفياسيون. مع بوشنيق هو اللي غير لك. اي على الاخر اولويتي انت وانا كلي على بعضي. اي وقتها كانت حاجه مهمه. يعني لطفي لحن الحضرمي الهنك اليمني هادي اللي مع اللي حتى الخليجيين كما يقول لي احمد حمدان ما عادش يعملوه. اكل الاوثنتيك تاعهم هما. او ميم طون كي نبدا في جلسه كيما عملت مثلا جلسه العيد ولا ليلي السعود ولا اللي هو جامبوز اللي نغني تونسي ونغني غنية زاد فكوك. نجم تقول تقولها بسعادة ولا تقولها بنوع من برشا سعادة شوية مرارة، تعرفني نحب تونس برشا. لكن مصلحتك وين اليوم؟ فنيا غادي. غادي هلا غالب كما تقول نجوى كرم شديت بإيدي الحقائب. أوه يا هيدي يا مان تعرف عادك نغنيها نبكي. ودعتك يا أغلى الحبيب. أنا عملت كيكاردي في قلبي نهار العيد. كيف شفت الزينة ما نفكرليش شون اللي صار؟ توحشت تونس. يزي عاد تقلبها ليش غم وانا فرحانة ومسرحية جديدة وخدمة جديدة والدنيا
يفرحك. واحد يلزم ولبسه ميكي ماوس فرحانه بيصير فرحانه لينا مع شيري معناه بدل الجو هي بدل شو بدل الجو بدل الجو مش تندم انك قلت لي بدل الجو انا قلت كزم واحد يذبح ذبيحه انت زي زر تمشي سيدي علي عزوز والله عملت شعلت شمعه البارح قلت يا ربي يمشي يهدني ونعمل حزب لاتيني نحضر في الانترفيو نلقاها عملت في نجوم هنا معناتها مع هاجر وقتها هاجر تعوض فين وجهه تحيه هجوره العزيز ما نتعدش في التلفزيون خطر من البس شورت لأني بنت عائلة اللي أبش نقولك عليه قلت في قلبي حاجتي خاضت حتى البرة غاديكا يسر العيلة مشاري حامل لجورناليست البرة شنية الحكاية بتاع الشورت وفي فهمينا أول حاجة هاي واحنا داخلين على سبيل المزاح على سبيل المزاح قلت لك قلت لي أنت لبسة طويلة ورا الشورت بيواتيكش هو سفري أبا قلت لي خدك فنانة كلاسيكية أنا بديك من نولي أنت تعرفني من نولي نغني الحاجة الثانية تفهم على أساس نوع من نبزة زيادة لزملائك اللي يتعدوا في التلفزة وكأنه كل من يتعدى في التلفزة قاعد يتعدى خطأ لبس شورت يفسر أنا وما فيها من كلمة لبس شورت من معاني كتخيم غير بريئة خليني نفسر طب عملي مشاكتين أنا لبس شورت على الأخرى ما مش في راديو واحد أمون دوني وصلت موجة راهي بالعوام اللي فاتت ولا الكريتير هو اللي بدأ معاتش الصوت ولا الكريتير هو أنك تلبس ياسر معناه كينو جات موجة من غير راو يفو با واحد راو نيينو المشهد معاتش كما قبل وانت عصرته معني عندك اما زيد شوف راه فما عصر الصوره زيد كيف عصر الصوره نقوم انا نلبس شورت لا تجيب لي تحكي لي عشان تحكي لي على روحي ودي اختاني من الموضوع نتاع الشورت وفين انت انا قلت الكلام هذا انا قلت ونتحمل مسؤوليه كلامي اما مون دوني جي الكريتير ما عادش صوت قصدي انه ما عادش الفنانه صوت وليت بدن وليت نعري باش انا صوت وبدن اي ما مش باش نوصل نعري مش باش نوصل اني الكريتير يكون كان بدني اكها تصريحك نوري الفيتشرز ونولي الدنيا هذوكم الكل باش نظهر لي انا تصريحك غلط لانه فيه نوع من الهجوم على كل من يتعدى في التلفزه لانه ورد عام واذا ورد التصريح عام يؤخذ على اطلاقيته معناتها انت قلت ما نتعدش في التلفزه خطر من البس شورت لأني بنت عائلة معناتها اللي يتعدوا في التلفزه الكل ماهمش بنت عائلة وخطر يلبسوا في الشورت لا مش هكي. وهذه وثم معناتها راهو اللي يلبس الشورت مش بالضروره يا ولدي انا نلبس الشورت انا نلبس انا نلبس الشورت ونعملهم ونسهر ونمشي البواتا ونعملهم الكل وننقز ماهوش مشكل معي ماهوش عيب معناها نعيش عصري وقت يلزم نمشي نعمل عمره ننقز على البواتا ننقز مش مشكل تصريح هذا ما يواتيكش وقتها كان في يعني تكلمت على انه في ابعاد في الكاتريمور معناها تكلمت انه الكريتير ولا العري ما عادش كيما قبل صوتك هاو هكا قصدت يمكن بدخلت بالفوريا خذتني السخانة وقتها وتحسب عليا والدنيا تقلبت وقتها وكها مسرحية غنائية في السعودية؟ مسرحية غنائية في الرياض إن شاء الله إن شاء الله يوم 23 سبتمبر اليوم الوطني السعودي عنوانها شنو؟ رابورية وصلوا لي رابور في إطار انفتاح السعودية على الراب وعلى الغناء والمهرجانات عندهم رابور ضارب غادي برشا تعرف شو اسمه ولا ليه؟ والله نسيت فما هو هذا السعودي فما زاد دي رابور في الكويت برشا قاعدين ضربين توا عندهم نفس الحاله اللي عندنا نحن معناتها دي رابور هم مسكين اليوم لا 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 مازال 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 انت المشهد الخليجي انت ميسو تعرفه مليح تمشي ديما لفيسي اما خصوصيه كل مهرجان مازال كل دوله ما نعرفهاش ما نعرفش خصوصيه الكويت مثلا مازال الطرب حتى في القعدات في القهوه طوال اليوم الرابوريه وصلوا مسرحيه نقديه معناتها لا لا في إطار انفتاح السعودية عملوا المسرحية هذه حربين اللي عمل الويل وراشد الماج لحن لي فيها زوز أعمال باش ندخل تأليف الحربين هذه اللي قلت لك عليه الملحن معروف برشا عمل الويل وضربت بالمزبد وقتها دقت الدنيا الغناء الكتابة لمحمد الشيري والسيناريو الدكتور هاني باش باش نغني الفيوجن ما بين الوتري والراب وفيها بتمتد على أكثر من ساعتين اليوم الوطني السعودي شوف السعودية تفتحت اليوم ولا فيها برشا مهرجانات ولا فيها برشا موسيقى وبرشا فن وفنانين من العالم الكل يجيو دونك تلقيت الدعوة فرحت برشا على خاطر أول مرة باش في السعودية أي أول مرة وحاجة ياسر تفرح معناه أنه نكون كتونسية موجودة معها حاجة أخرى معناتها أنه اليوم الطلب هذايا اللي كنتي منين يعرفوك معناتها الكويت هي اللي تهزك للسعوديه ولا شو علاقتي بالحربين قبل ما نرجع معناتها انت قوه علاقات بالاساس
كان جاي صوتي خايب نطلع نغني قدام مع الصوت يا اخي. احنا تو احنا منش نقيموا في الصوت. اي اي معناتها هون نعطيك برشا اصوات بهنا ما قاعدين هنا. ربي يحب فينا علاقات. اي وي وي علاقات سبحان الله. معناتها كارني دادريس مهم باش نجم خليني نعاود نغني. غنيت انت تعرف انا في الجرين الثقافي غنيت وقتها تفكر محلاها تليفون كي هزوا عبد الله الرويش وقال محلا صوتها وفرحانه برشا لانه بيان اونتوري غاديك. ثاني مرة سناب باش نغني في الجرين إن شاء الله. وفاء أنت الناس تعرف أن أنت بالأساس فنانة ما أنت زي صحفية بالأساس، لكن ما تحسش أنه بين الفنانة والصحفية فما تداخل؟ ما عاش نكتب عندي 3 سنين عندي كرامب صار لي في مخي 3 سنين. آخر خدمة خدمتها مع أنا أول فنانة في روز اليوسف نكتب في مصر وخدمت في الصريح أول للملاحظ خدمت فيهم الكل وكتبت كنت نكتب حتى بلاش فلوس. الصحافة ما عادش نجم نكتب كيما قبل. اعتزلت الصحافة عابش نعطيك كسكوب إن شاء الله في مارينا فيم باش نخدم كرونيكوس راديو في الكويت أو باب آخر. وشنو اللي باش تعمل؟ باش نتكلم بالتونسي كيما أنا هكا معاك في في شأن الفني. أي شأن الفني خليجي خليجي مارينا فيم تعرف عليه نمبر 1 في الخليج. لكن شأن الفني الخليجي لازم عد فاهم مليح الوسط الخليجي. اي اما انا عندي كيب زاده معايا مانيش وحدي قاعده نملس عندي كيب نتاع اعداد عجبتهم تعديت في باساج مع مايك مهنا دونك عجبتهم كيفاش نتكلم باللهجات الكل وكل هكا والجو اللي عملناه دونك مو بروبوزي في الجريج جاي ان شاء الله ربي يسهل بالتوفيق. دونك بالتوفيق كرونيكوز في مارينا اف ام بلاشتي التونسيه بالبلاده بالركيكه بكذاك الكل نتاعي معناها. وليد تكتب حاجات وإلا إذا كان ما تكتبش حاجات وليد تصرح حاجات منها ضد حضور فيونين في كارتاج. إيه هصار تخوض عليها ذيك أبشن فسر لك عليش. عليش عليش مش سبين فيها هي أنا ما نعرفهاش. أنا قلت عليش ما تعرفهاش ينقص منك أنت راوك تقول ما نعرفش فيونين شنو هالموم كلثوم مش بضرورة مكلثو معناتها اليوم ما سبيتهاش أنا لم أقدح في الفنان ما نعرفهاش. إيش نعم مشكل ما نعرفهاش اليوم أنا مثلا ينجم واحد يسمع فيك يقول وفاء بوكيل ما نعرفهاش ونقول له كي ما تعرفهاش فيونين وفاء بوكيل ما فيونين نقص لك أنت مش خم فسر لك وجهة نظر متاعي كما فاست الشورت شنو صار. قلت علاش ما يصيرش كيما دول أخرى وبلدان عربية أخرى الحضور للي جو اللي هما يعطيهم دي سواغي 4-3 انت عملت سكسيس تعال اشتغل شابه هي على على شابه انت ريتش فنان تونسي مشى لسوريا ولا مشى للبنان هاك انت فنانه تونسيه في الكويت. اي اوكي انا فنانه تونسيه في الكويت. قاموا الكويتيين قالوا ما نحاو 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 ولادهم بريوريتي ديما لاولادهم راه ما نعرفش انا باغ كومبيتونس راني انا مش خاطر عينها زرق شعري اصفر ولا عندي علاقات مشبوه هي ما عندهاش دي كومبيتونس. انا تكلمت تكلمت بكل وطنيه قلت علاش الفن لا يخضع للوطنيه راه الفن مش لازم كيفاش ما يخضعش للوطنية ما يخضعش للوطنية كيف هادي ما يخضعش ما يخضعش الفن للوطنية. عنا دي جون قاعدين يخدموا حتى أكثر مني أنا وقت اللي أنا عملت البيمو اللي صارت لي والتون داغي هي متفك من درب حتى حد كما أنت في الكويت متفك من درب حتى حد حتى حد ما يفك الحد حتى جرام خبز. شو تفسير اللي قلته أنت الأولوية قلت علاش بتوانسة نحكي كارتاج ما فماش كارتاج في الدول العربية البار. قلت علاش مش كارتاج ولا حاجة وثلاثة أربعة وتعاونوا إنه يأخذ فلوس موجودين بيعم بخدوي تعدوا برشا مجموعات لينا غنات ديما عنا لو بروبليم تاع قنديل باب منارة ديما البريوريتي للفنان من بر توجور الموضوع هذا دايم دوبوي إكستان من زمان مهور راه تونس تستقبل وتصدر وتورد عادي. أنت أكثر وحدة يلزمك ما تحكيش في الموضوع هذا لأنك أنت اليوم ماشية للكويت عاطينك حصه كان ينجم واحد كويتي لا 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 انا كرونيكوز مش حصه نتاعي يعطيو كرونيكوز يقول من قلت من قلت حاجه من قلت كانت قبل كرونيكوز كانت قبل كرونيكوز الكونسيبت تاع ليميسيون لازم كرونيكور كوم بار كانت لبنانيه قبلي دونك لا كيتي جات عرست على روحي نحن نحكيو على الكونسيبت مش عيب هاو عندنا مساروه في البيزاج محلاه مرحبا بهم هاو عندنا يجيو من برا اي وين وين البريوريتي والاولويه. انا قلت علاش ما يجيوش فنانين الفنانين نحنا 3-4 تعاونوا حتى على فلوس نتاع البرودوي واستلعاء فما سهريه صارت انه فيها برشا ديزارتيست توينسا 3-4 سهرت لينا سهرت لينا فيها ثلاثه مجموعات تونسيه ثلاثه مجموعات تونسيه باه هذه اول عام تصير هذايا سي اون بروميير ديما كان قنديل باب منارة توجور الفنان يجي من برا عنده عنده الحظوه غاليه بن علي خدت حفله وحدها وفرحت فرحت كلموني وقتها غادي وفرحت حسن الدوس عمل الحفله وحده قلت لهم انا فرحت على خاطر يلزم يدخل فلوس على خاطر ما فماش ميكانيزم تاع برودكسيون تحب لهنا تحب تعمل بوز باسم فيونين انت والله لي بوز باسم لغايه في نفسك هكا باش نولي معروف على ظهر فيونين هكا معناها
ملعليش ملعليش غلطة، تكلمت بدافع من الوطني فقط. تعتذر عليه التصريح هذا؟ لا ما تعتذرش، مش نعتذر. دخلت في المحرمات مقدسات. ليه مش محرمات وانا ما معناتها تلكيش معنى. تلكيش تلكيش عندك انت تراها تلكيش. انا مقتنع على كونفيكسيون تاعي، نعرف روحي شنكت واتحمل مسؤوليه اقوالي وافعالي. امنا فاخر قالت اخر واحده تتكلم واعتذرت. امنا قابل اعتذارها، هي اعتذرت وقالت لي سخنت وفرت وما عرفتش كيفاش نتكلم سامحني. لكن ما عندهاش الحق حتى ولو اعتذرت في الله ربي يهديش باش نعمل لها. امنا اختي وغني تلف عرسها ونحبها ما يصيرش خلت غلط فيا انا ما يصيرش قلت طلبت سماحك وعفى الله عما سلف خير الخطأ ولا التوبة. ما هوش في كلامها النوع من الصحة اللي هو شنو اللي هو انت ما خدمتش برشا بما فيه الكفاية باش يخليك اليوم تقيم حضور فنان. قيم بتتر لبست الكاسكيت الاخرى سخنت راسي فارغ نحيتها وعندك 3 سنين ميسي بتي تلقعت فيا كل حاجة ديك قعدت في السبكونسيون قعدت تخدمك طلعت كاليبسي منوبة والدنيا والكتيبة والفوريا متاع الصريح ومتاع شنو طلعت مي مش سي با ميشان ما قلتش بشر او ب ب ب بنيه تاع سوء او بشن. انا ديما نحلم نتمنى من تونس كي را لي فيستيفال را لي جون ورا حتى موجودين را را الفلوس تدور تدور على التوانسه انه ما عادش يوحي خاطر نعرف الليعه يا هادي والمراره متاع موجود الارتيست اللي يخدم اللي يعاني اللي يخدم انا يعمل نعرفها. اللي يخدم ويعمل نجاحات موجود موجود وفارض روحه صحيح صحيح موجود صحيح. حتى وما عاد مستحقين لإذاعات أو في عصر الإذاعات صحيح يوتيوب والدنيا ذي نخدموا عليه نخدموا عليه شماعة للإذاعة هذه ما عدتنيش وهو عملوا لي حملة في الإعلام ولا غير ذلك. كلمتها بدفع من هذاك مش 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 باش نمشي نقذف في الناس عاد سبيت عبد ما أكبر ما فيونين خير باش نولي مشهور. سبيت مجد الرومي ما سبيتش. سبيت مجد الرومي لا 400 مليون مجد الرومي وفي لبنان يمنعونا من الغناء. علاش في لبنان منعوك من الغناء؟ لبنان اتكلمت على لبنان وقتها لانه لبنان استناني عاد ومجد الرومي انت تعرف تكلفه نتاع الحفله نتاعها معناتها عدد الفرقه الموسيقيه عدد نعرف. الموسيقيين نعرف. عدد ومجد الرومي التاريخ ومجد الرومي مش سبي انا تعرف انا انا على تكنيك ما لا ما سبيتش عاد انا تستكثر على فنان ما استكثرتش وقتها يرحم حسن دهماني وديز ارتست منير حمدي حكينا انا بارلي قلنا علاش ليه التكريم وقتها نتاع شنو فكرني لوكازيون عيد مش المناسبة وطنية وقتها اللي جات معناتها اي قالوا علاش نحن التوينسا نحن اولى انه نحن نغنيو بال انت حكيت على الاجر غاديك والاجر تتفكر شنو صار في تونس وقتها وذكرت الاجر تتفكر في تونس الغسره اللي صارت لنا وقتها وفلوس وتو فما غسره قالوا فما غسره فانا تعاطفت معاهم وقلت علاش لي فلوسنا اسمه اولى بلحم طورو. وقتاش العوده الى الكويت دون كيكو جور حتى نمشي نعوم غد. محملة بأغاني تونسية ولا ليه؟ طبعا ديما الأغاني التونسية. وقتش معناتها التسجيل الجاي وقتش باش يكون؟ التسجيل الجاي إن شاء الله دون دي جوخ أي فما غاديك عندي خدمة باش نبدأ نرجع نخدم الحبال على الجرار. اللي بالشهبة التوا يهبط تونسي ولا خليجي؟ خليجي خليجي ومن بعد تروح ما بين تونسي والخليجي ولا؟ في حتى في الجلسات هادي نعمل ديما نغني الخليجي ونغني تونسي كنشوف على الانستغرام ديما لازم نغني تونسي بجو خليجي. والله مرة فاتت كي غنينا في الجلسة ذات الكويت قمت نغني في ملقد فيلا صالحة وجاري حمود ملقد فيلا صالحة صالحي ما يعادله البياتي فقعدنا نحكي وكيفاش العازفين سي جولي ديكسبورتي معناها الموزيكا وتعطيني ونعطيك محلي هذاك بنين برشا وفاتك صحة مرسي. ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله مرسي ربي بوكو ربي فضلك يعيشك يعيشك خذ تعرف تعملك القلب دف 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 انت قابلة للخضان. انا ما عندي حتى مشكلة معك انت منه لحياتي وانت عامل فيا ما اما الحب يقعد ديما في القلب مرسي بوكو احنا نزيد نحبك برشا ونتمنى لك برشا نجاح وبرشا توفيق. هاشتاج نتاع الغنية يرقد حما في الكليب فيزيت زاغوان فيزيت تونيزيا باش تكون فان فيزيت تونيزيا فيزيت ولاية اخرى بعدها هي ثاني كليب ان شاء الله ربي يوفقك ونتمنى لك النجاح والتوفيق.